يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي هو ده حسام حسن يا جماعه هداف من الدرجه الاولى حسام حسن براسه حلوه 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 الكوره دي متمرن عليها الفرقه امبارح اكتر من لعبه اتعملت بنفس الشكل دوت وشيل حلوه وريت تتعاد وكوره حسام الصاروخيه مالهاش حل بيجيب الجول الاول للنادي الاهلي بعد 13 دقيقه حسام حسن الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 13 حسام حسن براسه حلوه حلوه هي بتتعاد تاني ونخلي بالنا مشير وطالع حلوه وعاملها احلى وادي حسام بقى هنا الهداف بيبان وعلى طول بدماغه في المقص الشمال فوق ما يقدرش يعمل لها حاجه علي ودي الا ان يجيبها من جوه الجول ويبقى النادي الاهلي واحد والجول الاثيوبي